نقلت تقارير إعلامية عن أهالي في حي البياضة بحمص أن مبادرة خبز وملح التي أطلقتها أسماء الأسد لم يستفيدوا منها شيئا، وأن الترويج الذي تمارسه وسائل إعلام النظام لتلك المبادرة غير صحيحة، فالسلل الغذائية لا تصل سوى للأحياء الموالية. طالت يدها كل مرافق الحياة السورية، أصبحت كلمة السر الوحيدة وراء أي نشاط أو فعالية أو حتى شركات، ولم تكتفي باحتكار تجارة الأجهزة الخليوية عبر واجهاتها، بل وصلت يدها إلى خبز السوريين وملحهم. أسماء الأسد دائما في الواجهة. قديش أنا فخورة فيكم. بكلمات لا تخلو من الحسرة نقلت تقارير إعلامية عن أهالي حي البياضة في حمص ما شعروا به من خذلان لعدم وصول أي سلة غذائية لهم من مبادرة خبز وملح التي دأب النظام على الترويج لها في وسائله الإعلامية على أنها تستهدف الأسر الأشد عوزاً خلال شهر رمضان، وهي بأياد بيضاء من أسماء الأسد. الأهالي نفوا ما نشرته وسائل إعلام محلية تابعة للنظام عن وصول قوافل من السلل الغذائية للمحافظة، وخصوصا الأحياء التي دمرتها قوات النظام مثل حي البياضة، مؤكدين أن التوزيع يستهدف فقط أهالي الأحياء الموالية الذين يعيشون وبحسب الأهالي في كوكب آخر. غرفة صناعة وتجارة حمص التابعتان للنظام أشادتا بالمبادرة التي أطلقتها زوجة الأسد، فهي بحسب زعمهم تخفف من حدة الفقر، وأنه تمت أرشفة العائلات المحتاجة ضمن تطبيق ليشمل أكبر عدد ممكن، وأنها في هذا العام ستشمل عددا أكبر من العام الماضي. أسماء الأسد ذات الظهور المتكرر الذي لم يخلو من الاستعراض هي من حشدت 20,000 من موالي الأسد والمستفيدين من جمعيتها الخيرية العرين في الملعب البلدي بحمص ذات يوم، حيث انتظروا خروج الأسد عليهم ووعدتهم بمكرمة استثنائية، لكنها لم تعط احتراماً للخبز والملح. فخورة نكون موجودة معكم اليوم، وصحيح عم نمر بظروف. رح نناقش هالموضوع مع الصحفي أنور عبد اللطيف وهو موجود في ريف حلب. مساء الخير عليك ورمضان كريم. بداية بدنا نحكي عن يعني أسماء الأسد، مين استهدفت بهاي الحملة وليش؟ أولا مساء النور لك وللمشاهدين، ومبارك علينا الشهر وعليكم بالصحة والعافية يا رب. بداية صديق العزيز، هاي الحملة استهدفت الأحياء الموالية للنظام، أو بالأخص أحياء الطائفة العلوية كحي الزهراء أو حي النزهة، بالإضافة إلى أحياء ريف حمص الغربي وريف حمص الشمالي. طبعا ريف حمص الشمالي القرى والبلدات الموالية للنظام فقط يعني. الحملة استهدفت هذه الأحياء، استنوا هاي الحملة ولا الحملة السابقة يعني، ما استهدفت أبناء حمص أو أحياء حمص كافة دون تمييز، لا استهدفت هي أحياء معينة وناس معينين يعني. نعم، في أحياء ثانية غير حي البياضة يعني الأهالي الموجودين هناك اشتكوا من هذا الأمر السيد أنور؟ هلا في عندك طبعا حي البياضه، حي درب علبي، حي جب الجندلي، باب الدريب، هي كلها هي كل المناطق ما استلمت اي شيء. ممكن جماعه البياضه تجرعوا وحكوا، ولكن البقيه ما استلموا اي شيء لحد الان، او كانه هذا العام او العام الماضي يعني. نعم. لكن اهالي البياضه حكوا هذا الامر، ولانه السيارات عم تمرق من قدامهم، عم تفوت على حي الزهره او عم تفوت على عم تذهب الى احياء ثانيه. نعم، هذه الحمله والمواد التي توزع ضمنها للاهالي، هل هي ذات قيمه كبرى بالنسبه للناس؟ ما قيمتها، قيمه السله الغذائيه او تفاصيل عن هذا الامر؟ والله انا بدي احكي عن الموضوع، ولكن انت سالت، انت يمكن شفت السلال او شفت حجم السله عندك في العدسه، حجم السله قليل جدا، او المواد
اللي داخل الاكياس هي قليله جدا او من نوع رديء، بالاضافه انه هذه المساعدات او هذه الاكياس او هذه مقدمه من تجار وليس عن مثل ما بقولوا انا تاجر بدي اقدم او بدي اساعد، لا هي هن مجبورين على الاغلب يعني بهي المساعده. نعم، وفي شهر رمضان دائما يعني سيد أنور عبد اللطيف تقدم التبرعات ويعني زكاة المال، يعني ماذا ستضيف هذه الحملة بالنسبة لأهالي حمص؟ وإن كنت تتحدث عن أن معظم أو ما يتم تناوله في وسائل الإعلام بأن هذه الحملات تركز على الأحياء الموالية. هلق هذه الحملات تركز بالنسبه لزكاه الفطر او زكاه رمضان، يعني اغلب التجار او اغلب الاهالي، يعني ممكن مثلا انا شباب تجار او هيك بيعطي الزكاه او الفطر لناس معينين، ناس معارف، ناس بيعرفون عندهم بالحي عندهم بالحاره، ما انا مستعد يجي يعطيهم لجمعيه او ل بعيدا عن ذكر اسامي الجمعيات اللي بمناطق النظام ما معروف لمين هي او وين راح تتوزع، اما هي المساعدات عم تتوزع على احياء مثلا ما قلت لك احياء الموالي للنظام، حي الزهره، حي النزهه، حي الاحياء. وهذا ما يعني قصدته في سؤالي، بان ما هي القيمه التي ستضيفها ان كان شهر رمضان هو الشهر التي توزع به تحديدا زكاه الاموال لكل التجار وكل الميسورين؟ هي عباره هي العباره عن مثل ما بنقول ضغط اعلامي مو اكثر، يعني يعني شفت انت التركيز عليها وعلى اسماء الاسد وعلى السيد الاولى، وعلى هي ليست انه والله مشان مساعده رمضان او مساعده المحتاجين، او هون لا دايرين على المحتاجين ولا دايرين على المساكين او العشرة حوزه، خلص نحن بنوزع سياره سيارتين باسم السيده الاولى كما يتزعمون. نعم، واسماء الاسد يعني بفتره سابقه حشدت الموالين و جهزت لفعالية كبيرة بالملعب البلدي والناس احتشدت داخل الملعب وما اجت أسماء الأسد على هالفعالية، إلى أي مدى هذا الأمر سبب إلى إحراج برأيك؟ هلق أكيد بسبب لإحراج كبير يعني، بس ممكن من خلال هاي المساعدات او خلال هاي الحملات او خلال المبادرات عم تحاول ترجع تدخل مدينه حمص، يعني هي يعني تدعي نفسها انها بحمص ولكن اهل حمص ما بيعتبروها من حمص يعني، ووقت هي شافت انه اهالي سابقا انه اهالي حمص ما بيعبروها او ما بيعتبروها، فراحت هي تسعى او تحاول تاخذ دعم او تسترد على الطائفه العلويه او على الاحياء المواليه للنظام، الاحياء اللي ذكرتها من شوي، اما اهالي حمص او اهالي حمص يعني انت بتعتقد حاليا انه علاقتها مع اهالي حمص ليست بالجيده وعلاقتها سيئه وهي فقط عم تحاول تساوي بروباغندا لحتى تعود من جديد لتكسب شعبيه داخل حمص؟ هو خلاف قديم وما زال اهالي حمص ما بيعتبروها حمصيه ابدا، وهي ما بتعرف حمص غير على الخريطه او بتعرف باسمها، يعني حتى هي بالاساس ما بتحب مدينه حمص يعني. نعم، كمان في نقطه ثانيه بدنا نحكي عنها، مثلا موضوع الخدمات، الى اي مدى الخدمات موجوده باحياء بحمص دون احياء اخرى؟ تفاصيل او اضاءه على هذا الامر. تمام صديقي العزيز، بالنسبة لمدينة حمص عندك ثلاثة أحياء ما تزال كاملة الخدمات، عندك حي الزهراء وحي التبنية الشرقي بالإضافة للمهاجرين، بالإضافة شارع الحضارة وما حول الجامعة هي الحارات، أما بقية الحارات كحمص القديمة أو جبة جندلي أو باب دريب أو البياضة أو دير بعلبي، هاي الأحياء ما فيها أي شيء من الخدمات، معظم هذه المنازل اللي ساكنها الأهالي عم يتم ترميمها من قبل الأهالي بشكل بسيط بس مشان يقعدوا، حتى هناك تغيير ديموغرافي بقوله أنا، هاي أحياء مثلا جنب الجندلي أو باب الدريب أو البيضة اللي قاعد فيها مو سكان الأصليين، معظم هاي العالم ممكن تلاقي واحد أو اثنين من سكان الأصليين والبقية عم يكون يا من حلب يا من مناطق ثانية يا من عفرين يا من مناطق ثانية، مناطق كثيرة مثلا قاعدة بأحياء حمص.
يعني ممكن هاي المعلومه بجوز ما عندك، ولكن انا عندي اياها. نعم. معظم المناطق في حمص مسك عندك 10% سكان حمص الاصليين، والباقي ما اهاليها اللي ساكن فيها هاي البلد. نعم، الصحفي انور عبد اللطيف كنت معنا من ريف حلب، شكرا جزيلا لك.